السلام عليكم الاخوان ثم الاخوات، كي دايرين؟ كلشي مزيان، الامور زي هي، الله يحفظكم ليا تبارك الله عليكم. معكم مول الحريشه اللي غير تعمر الكريشه. انا ما بغيت كلاص، خليتهم ديك العيشه. المهم هذه كما كتشاهدوا نحن في بوليفيا الاخوان، في واحد المدينه اللي هي سميتها تاريخه، واحد المدينه اللي سميتها تاريخه. المهم موطو تيغوت ما تمالو بلبلوه. جينا نصور لكم هنايا، نتمنى يكون في الاعجاب ديالكم هذا لي فلوغ اللي كنديروا الان ديال الاخرانيين. هانتوما الشطره هكا تضرب دابا. وسميتو هاد البلاصه هادي، هاد المدينه هادي سميتها، هاد المدينه هادي سميتها، الاسم ديالها تاريخه. تاريخه كتواجد يعني في بوليفيا، واحد المدينه السياحيه اللي معروفه يعني الدراري بالروج، بدم الكلب. الروج الدراري، الروج بالروج الدراري. ها انتما، انا باش نجيكم بكل صراحه، دابا انا راه جيت من الفوق. علاش جيت من الفوق؟ جيت كنصور من الفوق حيت كندير يعني المحتوى بالاسبانيا. كما كنقول لكم جيت من البدايه ديال الفوق لهي كنصور بالاسبانيا حتى وصلت ديك البلاصه. راه هي دابا راني طالع عاوتاني، راني طالع، غادي نطلع الاخوه الفوق انتوما. المهم الا كانوا كيعجبوكم فلوقات بحال الطريقه هذه ولا بحال الشكل هذا، ما عليكم، راكم عارفين شنو غديروا. عيد عيد، ما عليكم، غديروا اللايك والكومونتيرات والبارطاج الدراري صافي. هادو نسا غاديين الدراري، نسا طالعين. غادي نتساراو، عييت الخوت، عرفتوا علاش؟ والله الا جيت الاخوان غنوريكم البلاصه اللي جيت منها. دابا نوريها لكم، ها جيت كنغرافي باللغه الاسبانيه حتى وصلت لتحت، وراني طالع عاوتاني دابا. عييت الاخوان، عييت والله، تعييت بالله، عييت عييت. نتمنى انكم كتسمعوني حيت عييت الخوت، عييت وعندنا شويه البرد. انا نوريكم من البلاصه اللي جيت منها الخوت. شوفوا ليا باش ما صحابش راه ساهله ولا شي حاجه. دابا المشكل ماشي هو هذا، راه هوت من هنا، فهمتوني؟ هوت من هنا. هانتوما هانتوما، المهم نخليكم تفرجوا ونبقى ساكت واحد الشويه نتنفس، وديك الساعه مرحبا بكم. كيضحكوا هاد الدراري فهمتيني؟ نفست شوية، نفست شوية الخوت، نفست، نفست شوية. وما عليناش، غنضربو دورو وتشوفو. جيت عند واحد الصديق ديالي لهاد المدينة هادي فاش كيعيش هو، حيت أول مرة من جو لبوليفيا عيط عليا، مشيت عندو المطار وداك الشي راكم عارفين. جبتو من المطار، مشينا للقهيوة، تسركلنا. المهم منسى خير كما كيقولوا الاخوان، الا عطاتني الوقت غادي نمشي، عرفتي فين نمشي؟ الا عطيتنا الوقت غنمشي حتى لهذا. هو هذا كاس، كاس هو ميرادور، كطلع له من الداخل وانت غادي في الطرج تطلع لفوق، ومن الفوق كتبان لك المدينه كامله. كاس ديال الروج، هاد البلاصه هاني معروفه هاد المدينه بالروج الدراري، داك الشارع هنا. باش كيعرف تعجبو هاد الناس هادو،
هانتوما حد يعني جردة كاينة على برا بعيد على السونتر فهمتيني، ولكن مهلاين فيها. والحاجة اللي عجبتني بزاف هو ديما كتلقى البلاصة فين كيديرو السبور الدراري، كيديرو السبور، وهنا البوست ديال البوليس الدراري. هانتوما جميع الألعاب، أجي لعب، لعب مع راسك، لعب مع ولادك، ما كاينش اللي يقول لك شحال في الساعه ولا اش كدير. هادشي كتشوف كله مجانا، مجانا لاي واحد باغي يحرك يحرك، ماشي غير البلاصه هذه ولا راه كيحطوا غير في البلاصه اللي الناس عندهم العاقه ولا لا 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 لا. هاد الناس كيعجبوني احياء، احياء شعبيه، وكتلقى التوشيات هادو حيت راه كاين شي بلاصه كيحطوا لك في دوك البلايص اللي عندهم الناس ديال العاقه وهذه. لا لا لا، وكنقولك احياء شعبيه، حياء شعبيه كتلقى فيه جرده بحال الشكل هذا، ولا فول 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 من هذه كاع. هادشي حاجه ما غادي بالنسبه لي راه لا شيء، راه شفتوا الجرده اللي كنصور شحال تيبان لكم لا شيء الاخوه، تيبان لي فهمتوني، تيبان لي لا شيء. انتما ما مني باش تجي تنفس، راكم عارفين انت الهواء، تجي شم الهواء ديالك مع ولادك ولا بوحدك ولا مع مرتك ولا المهم كيما بغيتي كيما بغيتي. فين كرمو الزباله حاشاكم، كيما بغيتي انت. انتما انا اللي بغيت انا واللي كنتمنى هو يعني يعجبكم هذا الفيديو هذا، وتخليونا داك اللايك والبارطاج وتدعم القناه هذا ما كان يعني باش يمكن لينا نحسنوا الكاليتي ديال الكاميرا. اول حاجه نمكنوا نحسنوا يعني الكاميرا، نحسنوا التصوير ونحسنوا بزاف ديال الحوايج. وثاني حاجه يمكن لنا نسافروا يعني البلدان الاخرين، ربما امريكا اللاتينيه كامله، ربما من بعد اسيا، وربما من بعد افريقيا، وربما من بعد اوروبا يعني. ولكن هذا الشيء كامل الى انتوما واقفين معنا بالدعم ديالكم فهمتوني. هذا مكان، وحتى لهنايا راه هنا بديت الفلوغ اللي درت باللغه الاسبانيه. جيت انا بديك الطوموبيل الحمراء اللي كتشوفوا فهمتوني، ديك السياره الحمراء، ديك الطوموبيل الحمراء هي فاش جيت، جابني واحد الصديق ديالي فهمتي، جابني واحد الصديق ديالي ومشيت من هنا كان غرافي، مشيت لهاد الجهه، مشيت لهاد الجهه، وهو ديك الهوده اللي طلعت منها دابا اللي بينت لكم حتى لتحت، وصورت داك البلاصه من تما، قلت اجي نصور بالعربيه من تما لهنايا. وتحياتي وشكرا لكم بزاف، والله يحفظكم ليا، تبارك الله عليكم.